السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أصدقائي متابعين قناة فيوتشر كوين وقناة بتسي وورلد عالم بيتكوين. بعد الفيديو أصدقائي راح أتكلم عن عملية الحرق اللي راح تصير على عملة تيرا لونا كلاسيك، طبعا اللي راح تصير على منصة باينانس. قبل ساعة صرح مدير منصة باينانس سيزي باينانس عن شروط الحرق. قبل ما نبلش بالفيديو بتمنى تضغط على زر اللايك، تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية، ولا تنسى تنضم لقناتنا على التليجرام، الرابط راح يكون أسفل الفيديو. خليكم معنا أصدقائي لبعد الأنترو. طبعا أصدقائي قبل ساعة نشر سيزي باينانس هاي التغريدة اللي هي مدونة باينانس لحرق لونا كلاسيك. طبعا قرأت التغريدة أصدقائي وراح أشرح لكم شو مضمون هاي التغريدة. قالوا أصدقائي لقد تحدثت على تويتر عبر مساحة تويتر وسألت عن حرق عملة تيرا لونا كلاسيك. قال ما بيكفي نحن فقط نفعل حرق على عملة تيرا لونا كلاسيك، في بعض الحيتان أو بعض المستثمرين راح ينتقلوا لمنصات تانية ما بتدعم الحرق وراح يتم التداول على هاي المنصات. قال لازم جميع المنصات المركزية في جميع أنحاء العالم تفعل ضريبة الحرق اللي هي 1.2%. قال حتى نحل هاي المشكلة، وإذا كان باقي المنصات ما راح تفعل ميزة الحرق راح نعمل الآتي. الخطوة الأولى راح يتم تفعيل ميزة أو راح يتم تفعيل زر خاص بالحرق. إذا أنت بدك تحرق من عملة تيرا لونا كلاسيك من تداولاتك ومن عدد القطع اللي أنت بتتداول فيها راح يتم إضافة زر. كل عليك تضغط على الزر وعندما تقوم بالتبادل أو عندما تقوم بالتداول تم حرق من عملة تيرا لونا كلاسيك الخاصة فيك. الأشخاص اللي ما بدهم يحرقوا من عملة تيرا لونا كلاسيك وما بدهم يخسروا رسوم زيادة ما راح يضغطوا على الزر، وطبعا هذا الشيء بيفيد الطرفين، للأشخاص اللي بدهم يحرقوا والأشخاص اللي ما بدهم يحرقوا، وطبعا هذا الشيء ممكن ما يؤدي إلى حرق كميات كبيرة من عملة تيرا لونا كلاسيك. وطبعا شروط بدء الحرق هي وصول عدد الأشخاص المصوتين على الحرق إلى 25%، يعني 25% من مستخدمين منصة باينانس إذا ضغطوا على الزر الحرق طبعا راح يتم تفعيل الميزة والبدء بالحرق. هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية بعد وصول إلى 25% راح يتم رفع النسبة إلى 50%، طبعا راح يتم الحرق إذا وصلت النسبة إلى 25%. طبعا بعد ما يبدأ الحرق راح يرفع النسبة إلى 50%، إذا خلال شهر ما ارتفعت النسبة إلى 50% أو إذا نزلت تحت الـ 25% راح يتم إلغاء ميزة الحرق. هاي مضمون المدونة اللي نشرها سيزي باينانس. قال بهاي الطريقة نحن بنحافظ على تجربة المستخدم بتكون سلسة وبسيطة. من المتوقع أصدقائي بهاي التغريدة يتم ارتفاع بسعر عملة تيرا لونا كلاسيك. اللي شافوا الفيديو الماضي أصدقائي لما كنا أسفل الترند عند منطقة 28 طبعا قلنا إنه رح نزور منطقة 24، وبالفعل زرنا منطقة 24 وصار عندي كسر كاذب، لكن إغلاق شمعة الأربع ساعات كانت أعلى الترند. حاليا عنا ارتداد من ترند ال 24 اللي هو ترند القمم السابقة. خليني اوضح لكم ترند اصدقائي اللي هي الترند الخاص بشمعة الانطلاق. خليني اوقف المؤشر اللي هي خاص بشمعة الانطلاق والقمة الثانية، وحاليا نحن متواجدين عندها. عندي احتمالية نرتد اصدقائي لمنطقة 29 و30، دخلناها حاليا صفقة مضاربة على القناة ال VIP. طبعا في حال كسر الترند والاغلاق اسفل الترند ممكن نتوجه لمناطق ما بين 18 الى 17، هاي الخيار الثاني اذا تم كسر الترند، لكن حاليا عندي حركة ايجابية اللي هو اغلاق اعلى الترند وبدأنا بالارتداد نوعا ما قريبين من الوصول الى منطقة 29 اللي هي مقاومة شمعة الانطلاق. مبروك للاشخاص اللي دخلوا معنا بالفيديو السابق اللي قلنا لكم اشتروا عند منطقة 24 بجزء من رأس المال. أصدقائي نكون وصلنا لهذا الفيديو، بتمنى الفيديو يكون نال إعجابك، لا تنسى تضغط على زر اللايك وتشترك بالقناة وتفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. مع السلامة ودمتم بخير.